ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل تريلر رياكشن او ستيفلر رياكشن جديد، وهو تريلر لسه نازل من شويه فلازم الحق على طول. كنت اعمل التريلر رياكشن بتاعه والحمد لله هو اوفيشال تريلر مش مجرد تيزر، وهو التريلر بتاع مسلسل نسل الاغراب، وهو من بطوله احمد السقا وامير كراره، ومعانا مي عمر طبعا التأليف وإخراج محمد سامي، فأكيد محمد سامي موجود فلازم مي عمر كمان تبقى موجودة. معنا كمان محمد مهران وأدوارد وأحمد داش، وفي أحمد مالك، وفي كمان محمد جمعة، في ممثلين تقال يعني، في واحدة اسمها أسماء سليمان، أنا معرفش مين أسماء سليمان دي فأحب أن أنا أطلع عليها يعني. تقريبا دي ممثلة جديدة، وفعلا هي ممثلة جديدة، ما عملت نصيبي واسمتك بس انا معرفهاش. الحمد لله هو اوفيشال تريلر فهو مش تيزر. هنقدر ندي التقييم النهائي بتاعنا على طول، او سوري نسبة الترقب على طول واحنا بنتفرج على التريلر، وده شيء جميل جدا، بحس ان احنا مش محتاجين حتى لسه نعمله تيزر ونعمله تريلر. بخصوص التيزرز وبخصوص التريلر، اكتشفت حاجة حلوة ممكن ظريفة نعملها علشان بس عدد الفيديوهات ما يبهوأش مننا زينا عن اللزوم. انا قررت من ناحية التيزرز، لو في تيزرز بتنزل في لمسلسلات رمضان بفكر اجمع ما بين 2 تيزرز او 3 في فيديو واحد، ولو اوفيشال تريلر هنعمل التريلر رياكشن عادي جدا في فيديو واحد. انما لو تيزر هو اللي نزل بصراحة احب ان انا اعمله مثلا، او استنى مثلا تيزرز لمسلسلات تانية بحيث ان انا اخد 2 أو 3 في فيديو واحد. انا شايف من وجهة نظري هيبقى احسن بكتير بدل ما اعمل 3-4 فيديوهات ممكن اجمعهم في فيديو واحد. يعني النهارده مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نشوف على طول التريلر ونعمل تريلر رياكشن لمسلسل نسل الاغراب بتاع احمد السقا وامير كرارة. المخرج طبعا محمد سامي، ففي كمان مي عمر. طبعا كالعاده ما نشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره نسل الاغراب. يلا بينا، واحد من المسلسلات المرتقبه في رمضان السنه دي، يلا بينا. دنيا فيها عسف وغفران، الغريب تبقى غابه. واحد اتسجن خسران حبايبه، الغل اللي في قلوبهم ما ملاش قلب بشر قبل كده. انا كغفران، كل واحد فيهم عايز يطلع لسانه للتاني ويقول له اخترتنا. انا كنت بتكبري في خيالي وقدام عيني، ما بطلتش اشوفك في خيالي يا جليل. دبحوا بعض تاني ووقع اللي باقي. كل اللي اتدخل في مشاكل الأغراب سكن جبره. لو خيروكي ليلوك اختاري مية. سيبها للقلبها رايح. عايز جليلة وحمزة ورد، انت عارف وطبع انت عارف وبحي عاداتكم. انتم بقيتوا أهلي وناسي وقبضتنا بقيت واحد. سمعني يا غزر زلط. الغزر اللي مشيهم وراك عمياني لحد ما تهلكهم كلهم. مش حيتبقى غير الناس اللي حتلم الرماد. رمادك يا عساف، اتفرج على ابوك وهو بيقتل ابوك. صح يا حمزه، ابوك بيتكلم صح. اتفرج على ابوك وهو بيقتل ابوك. نسل الاغراب. اوكي يا جماعه، هي الحاجه الوحيده اللي شدتني في التريلر بتاعت مسلسل نسل الاغراب صراحه هو الديكورات او البرودكشن ديزاين او الدايركتنج. بصراحة محمد سامي بصراحة عمل شغل حلو، بس أنا كاره الفكرة إن لازم أي شغل يطلع فيه محمد سامي يبقى فيه لازم مي عمر معاه. مش فاهم إيه الفكرة يعني. ماشي أنا مقدر تمام يعني هي مراتك وكل حاجة، بس مش لازم تحشر مي عمر في أي حاجة يعني. لو كمان يعني مش مي عمر بس، كمان مطلعين ريم سامي اللي هي كمان أخت محمد سامي. يعني أنا بجد مش فاهم يعني. بصوا من التريلر اكون صريح معاكم، من التريلر مش عاجبني التمثيل للاسف. انا مش عاجبني التمثيل بتاع محمد، سوري مش عاجبني التمثيل بتاع احمد السقا وامير كرارة في المسلسل. عندي احساس كتمثيل احمد السقا هيبقى اقل من امير كرارة في المسلسل ده. يعني عندي احساس ان امير كرارة هيمثل احسن من احمد السقا، بس انا كتمثيل مع الاسف انا مش حاسه خالص، او مش بلعه، مش قادر ابلعه بصراحه، ومش قادر اشوف امير كرارة في دور واحد دور سعيدي. يعني مش متقبل الفكره قوي ان انا اشوفه في دور سعيدي، او حاسس ان هو مش هيعمله كويس
الدور يعني مش عارف. يعني احنا هنتفرج على المسلسل وحنحكم تقييمي او سوري نسبة ترقبي للمسلسل هو 7/10 مش اكتر من كده. كبرفورمانس انا مش عاجبني بصراحة في التمثيل. انا يعني حاسس اللي هيأدي حلو في المسلسل ده هو دياب واحمد مالك واحمد داش، دول اللي انا متأكد مليون في المية هيعملوا دور حلو. معرفش ليه فكرت لثانية واحدة لو كانوا جابوا هند صبري مكان مي عمر كان هيبقى احسن بكتير جدا. يعني معرفش ليه، يمكن عشان شفت هند صبري في الجزيرة دورها كان حلو، فانا من وجهة نظري شايف لو كانوا جابوا هند صبري كان الدور هيبقى احلى. بس محمد سامي المخرج فلازم نجيبه مي عمر. كول اوكي. بس دي كانت تزمة ترقبي، وده كان التريلر رياكشن بتاعنا هنا على هوم سينما لمسلسل نسل الأغراب. طبعا هيعمل في الآخر، في آخر خالص فيديو بتاع مسلسلات رمضان أو التريلر رياكشنز بتاعت مسلسلات رمضان هقول لكم. بس شكرا كده، أنا خلصت تريلر رياكشن. الحلقة اللي جاية هيبقى فيه بقى إيه اللي هنتفرج عليه وإيه اللي مش هنتفرج عليه والكلام ده كله يعني. بس لما نخلص كل التريلرز والتيزرز رياكشن كل حاجة هنخلصها هقول بقى في آخر حلقة. بس دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديو تاني قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.